أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادم الحرمين، يشرفني في هذا المقام أن أقف بين يديكم نائبا عن والدي الكريم الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله الفائز بالجائزة لإلقاء الكلمة نيابة عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، نعمة الإسلام ونعمة الصحة والعافية ونعمة المال والولد ونعمة التوفيق لطلب العلم الشرعي والاشتغال به وغيرها من النعم التي لا تحصى. ثم إني أشكر القائمين على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن عبد العزيز رحمه الله، وأشكر الذين أحسنوا الظن بي فرشحوني لنيلها، وأرجو أن أكون عند حسن ظن من ظن بي خيرا. وصاحب الجائزة رحمه الله تعالى علم من أعلام هذه الدولة ومن أجل خصاله الحميدة اهتمامه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال في لقائه بالمسؤولين عن هذا المرفق العظيم في اليوم 27 من الشهر الثامن عام 27 و400 ألف للهجرة، قال: إنه لشرف لهذه البلاد أمة وقيادة أن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الدولة هي التي تقوم بهذا العمل والتي تحقق هذا الأمر وتعمل من أجله، وهذا ليس بجديد منذ أن قامت هذه الدولة على يد الإمام المصلح محمد بن سعود إلى الملك عبد العزيز رحمه الله ومن بعده أبناؤه وإلى الآن. وسبب ترشيحي لنيل هذه الجائزة ما من الله به علي من تدريس كتب الحديث الستة الصحيحين وكتب السنن الأربعة وغيرها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحسان في هذا التدريس والدراسة مشترك بيني وبين الطلاب، فكما أحسنت إليهم في تدريسهم فقد أحسنوا إلي بحضورهم دروسي، والأمر في ذلك كما قال الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق ابن مندة المتوفى سنة 74 للهجرة فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمته من كتابه ذيل طبقات الحنابلة، قال يحيى بن مندة عن عمه: قرأت عليه قول شعبة: من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، فقال: من كتب عني حديثا فأنا له عبد. وفي كل ليلة وأحيانا في حالات أخرى أدعو بالمغفرة لأصناف من الناس من الأقارب وغيرهم، آخر هذا الدعاء: وشيوخي وتلاميذي وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وقيمة هذه الجائزة أجعلها في المحتاجين من الطلبة الذين يحضرون دروسي الذين ذكروا أنهم محتاجون إلى مساعدات، وقد بلغ عددهم ما يزيد على 2000 في آخر إحصائية لهم. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لصاحب الجائزة وأن يثيب القائمين عليها
وأن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز رعاه الله، لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.